بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2016-2017. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الرابعة اللي هي وحدة حساب المثلثات. أخذنا الدرس الأول والثاني، وده الدرس الثالث، ولازم هذا الدرس تفهمه. ما فهمتوش، عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لحد ما تستوعبه تماما. لو ما استوعبتش الدرس ده، مفيش حاجة هتفهمها بعديه. لو فهمت هذا الدرس، كل اللي بعده سهل وبسيط جدا جدا جدا. تاني، الدرس لازم يتفهم. عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لحد ما تفهم. ما فهمتش، ما تنتقلش للدروس اللي بعد كده لانك مش هتفهم. فلازم تفهم معايا هذا الدرس، وانا هشرحه بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة بحيث ان انت تستوعب معايا. خلاص، الدوال المثلثية، الدوال المثلثية. طبعا انا الموضوع عندي ايه؟ ان الرياضيات لا يوجد فيها عملية حفظ، يبقى لا تحفظ، الا بس هتحفظها من كتر الاستخدام. انما ان انت تحفظها زي اللغة العربية، او تحفظها زي الفيزياء، او تحفظ زي الكيمياء، لا. الرياضيات لا تحفظ، الرياضيات تفهم وتستنتج. حتى القوانين بتاعتها تفهم وتستنتج، تفهم وتستنتج. الا القوانين بقى اللي هي السريعه اللي مش هتقعد تستنتج فيها زي مثلا س على 180 تساوي سيتا دائري على الباي، دي مش هتقعد بقى تستنتجها، لا انت بتبقى ايه؟ بتحفظها. انما القوانين الاساسيه لازم تعرف ازاي تستنتجها، او طريقه استنتاجها. ولذلك برهان القوانين في منتهى الاهميه. قدر نسيت القانون، خلاص كده ضاعت المسألة. لا، ممكن تستنتج القانون من الأساسيات اللي عندك، تستنتج القانون من الأساسيات اللي عندك. طبعا عندنا ده مثلث ألف باء جيم، زاوية جيم ديت ألف باء بيمثلها ايه؟ بنسميه المقابل. أنا بتكلم عن زاوية جيم، المقابل. طيب زاوية جيم باء جيم يمثل لها المجاور اللي جنبيها اللي بينام عليها، يعني نايم عليها، ده يبقى المجاور. المقابل ليها المقابل، وده بنسميه ايه؟ بنسميه طبعا الوتر. المقابل على الوتر ده بنسميه جا، يبقى جا جيم المقابل على الوتر. طيب الف جا الف هيبقى ايه؟ طبعا جا جيم اللي هو الف باء على الف جيم. طيب جا الف يبقى المقابل بتاعه على الوتر اللي هو باء جيم على الف جيم. خلاص، الجتا اللي هو المجاور على الوتر، المجاور على الوتر. الظل اللي هو ظل الزاويه المقابل على المجاور، المقابل على المجاور. دي عارفينها، ما فيهاش اي مشاكل خالص. وابقى عارف الزاويه، يعني الزاويه ده هيبقى المقابل، وده المجاور، وده الوتر. الزاويه الف، زاويه الف، ماشي كده. طيب دائرة الوحدة، ركز معايا الله يكرمك، ركز معايا. انا لو اخدت محاور الاحداثيات، انا هكبر الخط كده بحيث ان انت تستوعب معايا، ونمسح عادي مرة واثنين وثلاثة. لو انا اخدت محاور الاحداثيات، ده بنسميه محور سين، وده بنسميه محور صاد، وده السين السالب، وده الصاد السالب. وخدت دايرة، قلنا دائرة الوحدة قبل كده اللي هي ايه؟ نصف القطر فيها يساوي واحد، نصف القطر فيها يساوي واحد، يعني النص قطر ده واحد سنتي، واحد وحدة، الشرط ومش واحد، مش شرط واحد سنتي، وحدة قياس او وحدة طول. يبقى دي واحد، ودي واحد، وده واحد، وده واحد، اللي هو الاربعة دي، ما ده نص قطر، وده نص قطر، ده مركزها. يبقى اللي الدايرة مركزها ايه؟ مركزها النقطة صفر وصفر. طيب
مشيت كده قابلتني نقطة التقاطع ديت، النقطة دي كام؟ أيوة، يبقى النقطة دي إيه؟ 1 و0. ركز معايا. طيب مشيت كده قابلتني نقطة التقاطع ديت اللي عند الزاوية 90، ما هي دي الزاوية إيه دي؟ دي الزاوية 0 و 360. طب دي الزاوية كام دي؟ الزاوية 90 درجة. دي الزاوية كام؟ الزاوية 180 درجة. دي الزاوية 270 درجة، و360 درجة اللي هي الدورة الكاملة. يبقى احنا قلنا النقطة دي، النقطة دي كام؟ 1 و0. طيب النقطة دي هتبقى كام؟ ايوه 0 و1. طيب النقطة دي هتبقى ايه؟ -1 و0. طيب النقطة دي هتبقى، النقطة دي هتبقى 0 و -1. طيب النقطة دي هتبقى 1 و0. زي ما هي، فهمت كده؟ بس النقاط الأربعة دول، النقاط الأربعة اللي هي إيه؟ الزوايا الرباعية، نقاطها مع نقاط تقاطع الدايرة معاها عند النقطة 1 و0، النقطة 0 و1، نقطة -1 و0، النقطة 0 و -1، يعني كل واحدة عكس التانية بإشارة بس مختلف. أنا ليه من الجزئية دي بس، الجزئية التانية هتبقى أنا تكرار الكلمات بس إشارة مخالفة. طيب لو أنا خدت نقطة على هذه الدايرة، على محيط الدايرة، النقطة دي، هذه النقطة ولتكن ألف، إحداثيتها إيه؟ سين وصاد. يعني أنت إيه؟ لو أنت نزلت خط مستقيم كده وخط مستقيم كده، ده هيبقى إيه؟ سين وده صاد. النقطة بتتحرك على الدايرة، يعني أنت مش عارف القيمة بتاعتها إيه، فبنفرض أن القيمة دي سين، واحداثيات السينات واحداثيات الصادات اللي هو صاد. يبقى النقطة ايه؟ زوج مرتب سين وصاد. النقطة ديت زوج مرتب سين وصاد. طيب لو انا وصلت النقطة ديت بمركز الدايرة، يبقى ده ايه؟ ده صاد، ده صاد وده سين. وده كام؟ ده ايه ده؟ نص قطر. يبقى قيمته كام؟ واحنا قلنا دايرة الوحدة 1، ما تنساش، يبقى 1. يبقى انا عندي مثلث ظهر عندي اهوت، الضلع ده صاد والضلع ده سين والضلع ده ايه؟ والضلع ده قيمته 1. الزاوية دي لو انا سميتها سيتا، الزاوية دي لو انا سميتها سيتا، بعتذر على الألم معلش بس ركز معايا، الزاوية دي سيتا، سيتا هيت خلاص. لو انا قلت جا سيتا، اي جا سيتا بتساوي ايه؟ جا سيتا المقابل، المقابل على الوتر، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي صاد على 1، يعني صاد. طيب لو قلت جتا سيتا، جتا سيتا ركز معايا، جتا سيتا يساوي المجاور على الوتر، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي سين، سين. طيب لو قلت ظا سيتا، ظا سيتا يساوي ايه؟ المقابل على المجاور، يعني هيديني ايه؟ صاد على سين، اللي هو ايه؟ صاد على سين، صاد على سين، ايوه الجا على الجتا، جا سيتا على الجتا سيتا. مفهوم معايا لحد دلوقتي؟ يبقى احنا طلعنا حاجتين، ان السين بايه؟ السين بجتا، اللي هي اللي نايمه مع اللي نايمه كده، لما بتنام عليها دي هتبقى جتا، بقى انسى سين وصاد، يبقى الحته دي هتبقى ايه؟ جتا سيتا، جتا سيتا. والعمودية او اللي قدامها اللي هي هتبقى جا سيتا. يبقى انا اقدر اكتب النقطة دي ايه؟ النقطة دي هتبقى ايه؟ السين بكام؟ بجتا. يبقى اول محور السينات بجتا، جتا سيتا وجا سيتا، صح كده؟ يبقى النقطة ألف اللي بتقع على محيط الدايرة إحداثيتها جتا سيتا وجا سيتا. السيتا دي زاوية اللي هي بتحصر إيه؟ الزاوية اللي بتحصر جا والجتا، اللي قصادها الجا واللي والمجاور ليها الجتا. فهمنا كده؟ ماشي. يبقى احنا طلعنا بإيه؟ بتلات أشياء، ان السين، السين قيمتها جتا، جتا سيتا، والصاد
والصاد قيمتها جا سيتا، و الظا سيتا، الظا سيتا اللي هو الجا سيتا على الجتا، الجا على الجتا، الظا اللي هو الجا على الجتا. لو انا استخدمت في المثلث ده نظريه فيثاغورس، تخيل معايا ان انا استخدم فيثاغورس هنا، ادي ايه، اطلع لك المثلث هنا، ادي المثلث اهو، ودي سيتا، يبقى ده ايه، ده صاد، وده معلش القلم، وده سين، وده واحد، يبقى ايه، اربع كده، يبقى يدينا ايه، سين تربيع، سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي واحد، س تربيع زائد ص تربيع تساوي واحد. مفهوم معايا؟ معلش هقفل وارجع لك تاني عشان اشوف حكايه القلم دي وارجع لك الان. اخلي اللي مكتوب معلش احافظ عليه. طيب نكمل. خلاص يبقى انا عندي المثلث اهوت، قلت ايه؟ ان س تربيع زائد ص تربيع تساوي ايه؟ تساوي واحد، س تربيع زائد ص تربيع، ودي بسميها معادلة الدائرة، معادلة الدائرة اللي في س وايه؟ اللي في س وص، س تربيع زائد ص تربيع تساوي واحد، اللي هي معادلة الدائرة في ص. كده فهمنا الدنيا؟ فهمنا يعني الدنيا سهلة وبسيطة جدا جدا وما فيهاش أي مشاكل. يبقى أنا عرفت الجيب هو ايه؟ جيب هو ص، الجزء الافقي الرأسي، والجيب التمام اللي هو السين، والظل اللي هو الجا على الجتا، الظل اللي هو الجا على الجتا، نقفل، الظل اللي هو الايه، الجا على الجتا، تمام ماشي. طيب نشوف كده لو في امثلة. طيب مفيش امثلة، ناخد بس ايه، مقلوبات الزوايا، مقلوبات الزوايا. مقلوب الزوايا يعني ايه؟ لو انا خدت مقلوب الزاويه سيتا دي اللي هي اللي عندي الجا سيتا، مقلوبها هيبقى ايه؟ اي جا سيتا، احنا قلنا جا سيتا اللي هي الصاد ولا السين؟ الصاد، يبقى جا سيتا اللي هي الصاد، وجتا سيتا اللي هي السين، وظا سيتا اللي هي الجا سيتا على الجتا سيتا، على الجتا سيتا. لو انا قلبت، قلبت الجا اللي هي الواحد على صاد اللي بنسميها القتا، قاطع التمام، قاطع التمام بنسميه قاطع تمام الزاوية، يبقى ايه، القتا عكس الجا، القتا بيساوي واحد على صاد، يعني هيساوي واحد على جا سيتا، يبقى عكس الجا قتا، عكس الجا قتا، واحد على جا اللي هي القتا. طيب القا اللي هي واحد على سين اللي هي واحد على جتا سين. طيب الظتا اللي هو ظل تمام الزاوية، ده ظل الزاوية وده ظل تمام الزاوية، ده جيب الزاوية وده قاطع تمام الزاوية، ده جيب تمام الزاوية وده قاطع الزاوية. يبقى الظتا اللي هي ليه، الظتا هي كانت صاد على سين، يبقى الظتا سين على صاد، يعني الجتا سين، الجتا سيتا على الجا سيتا. خلاص دي انت تبقى عارفها، ان الجا عكسها القتا او الواحد على الجا، الجتا عكسها القا اللي هي الواحد على الجتا، الظا اللي هي الجا على الجتا عكسها الظتا اللي هي الجتا على الجا. ناخد شوية أمثلة. بيقول لي إذا كان الضلع النهائي لزاويها في وضعها القياسي يقطع دائرة الوحدة في النقطة دي، يقطع دائرة الوحدة، يبقى النقطة دي اللي هي ألف، أوجد الدوال. يبقى أنا عندي دي السين وده يمثل الصاد، إحنا قلنا إيه؟ الصاد اللي هو الجا هاء، الصاد اللي هو جا هاء، يعني يساوي كام؟ الجهاء ستة من الجهاء اللي هي الصاد، تمانية من عشرة، معلش تمانية من عشرة. طيب السين اللي هو الجتا هاء اللي هو كام؟ ستة من عشرة. الظا هاء، يبقى انا جبت له الجا، يبقى الجهاء يساوي تمانية من عشرة، الجتا هاء، يبقى الظا هاء يساوي كام؟ يساوي الجا على الجتا،
اللي هو 8 من 10 على 6 من 10، يعني العلامة مع العلامة يبقى 4 على 3، يبقى الظاء يساوي 4 على 3. مفهوم معايا كده؟ الدوال المثلثية، عايز الدوال المثلثية، لما اقول لك الدوال المثلثية يبقى الجا والجتا والظا، لما اقول لك الدوال المثلثية ومقلوباتها يعني الجا والجتا والظا والقتا والقا والقتا والظتا. اخد مثال تاني، بيقول لي اذا كان الف واو باء زاوية في الوضع القياسي، ادي الف واو باء في الدائرة الواحدة، وكانت النقطة باء، ادي النقطة باء، هيت النقطة باء دي، النقطة باء احداثيتها ايه؟ 6 من 10 وساط، 6 من 10 وساط. يعني انا حتى لو حابب ارسمها 6 من 10 السينات، يبقى ده 6 من 10 وده الساط وده ايه؟ 1. حتى ارسمها بالشكل ده، يبقى انا لو انا انا عايز الصاد عشان اجيب قيمته، يبقى استخدم فيثاغورس، يعني هتبقى ايه؟ ص تربيع زائد س تربيع يساوي 1، ص تربيع اللي احنا عايزينه، س تربيع اللي هو 6 من 10، يبقى 6 من 10 تربيع تساوي 1، يبقى ص تربيع يساوي 1 ناقص 6 من 10 تربيع يعني 36، يبقى 36 من 100، يبقى ص تربيع يساوي 1 ناقص 36 من 100، يبقى 6، خلينا دي 1 هي 10، يبقى 6 من 10 4، ودي 9، يبقى 64 من 100، يعني الصاد تساوي 64 جذرها، يبقى 8 من 10. يبقى انا جبت قيمة الصاد، يبقى النقطة عندي ايه؟ السين بكام؟ 6 من 10، والصاد طلع 8 من 10، يبقى الجا هاء او جا الزاوية دي ده يساوي الجا اللي هو الصادات 8 من 10، الجتا هاء اللي هو 6 من 10، الظا هاء بيساوي الجا على الجتا، يعني 8 من 10 على 6 من 10 زي المسألة السابقة. بس الفكرة كلها ان انا ايه؟ حطيت النقطة عندي وطلعت الايه؟ قيمة الصاد المتغير التاني اللي هو يمثل جيب التمام، اللي هو بيمثل الجيب. طيب ناخد مثال تاني، بيقول اذا كان الف واو باء زاوية في وضعها القياسي، تقطع دائرة الوحدة في النقطة باء، وجميع الدوال المثلثية لها اذا كانت جميع الدوال المثلثية، هو قال لك هنا ايه؟ الجميع الدوال المثلثيه ومقلوباتها، معلش، يبقى انا هقلب، يبقى انا عندي ايه؟ الجاه بتساوي 8 من 10، يبقى القتا 1 على 8 من 10، وتشوف هتطلع بكام بالاله. الجا القا اللي هو 1 على 6 من 10، الظطا اللي هو 6 من 10 على 8 من 10 واجب. ماشي، يبقى انت لازم تجيب كله، الجا والجتا والظا والقا والقتا والظتا. ماشي، نحل المسألة دي بالتفصيل التانية. طيب سين وسين، يبقى انا عندي ايه؟ ادي المثلث بتاعي، النقطة ديت سين وسين، يعني ده سين وده سين وده زي ما قلنا 1، يبقى انا عندي ايه؟ سين تربيع زائد سين تربيع تساوي 1، يعني 2 سين تربيع تساوي 1، يعني السين تربيع يساوي نص، يعني السين يساوي زائد او ناقص، ده طول يبقى ما ينفعش فيه ناقص، يبقى ايه؟ 1 على 1 على جذر 2، يبقى انا جبت السين، يبقى ده 1، يبقى النقطة بتاعتي 1 على جذر 2 و1 على جذر 2. خلاص، يبقى انا عندي جا، افترض الزاوية دي، تقول له كده الزاوية دي هاء او سيتا، يبقى جا سيتا يساوي 1 على جذر 2، جتا سيتا يساوي 1 على جذر 2، ظا سيتا يساوي 1 على جذر 2 في جذر 2 على 1، لان بقسم ديت، يبقى جذر 2 على جذر 2 يدينا 1. طيب القا سيتا، القا عكس الايه؟ القا عكس الجتا يساوي جذر 2، القتا سيتا يساوي جذر 2، الظتا سيتا بواحد، الظتا سيتا يساوي 1. ماشي،
تمام. اشارات بقى، الاشارات، وركز معايا في الاشارات. انا هقول لك الاشارات على المثال الاولاني، على النموذج الاولاني اللي انا شرحناه هنا. هنا اقل موجة في الربع ده، في الربع الاولاني، الربع الاولاني بيبقى اقل موجة في، ارسمه لك تاني، نرسمه تاني. خلينا نشوف حاجة فيها، انا عايز افهمها لك بس، يعني انا عايزك تفهمها، نرسمها هنا وبعدين ايه نمسحها. ادي دايرة الوحدة. وادي مركز الدايرة، وادي النقطة هيت، ده الربع الاولاني. خلاص بقى ده ايه، ده السيتا اللي قبلها بيبقى جا سيتا، وهنا جتا سيتا، جتا سيتا اللي هي السين، وجا سيتا اللي هو الصاد، وجا سيتا اللي هو الصاد، وده واحد. طيب وقلنا هنا النقطة ايه، واحد وصفر، وزي ما دي هنحتاجها بعدين. هنا المهم ده الربع الاولاني، الربع الاولاني قال في موجب السين اكبر من الصفر والصاد اكبر من الصفر. يعني ايه؟ السين اللي هو يمثل الجتا، والصاد اللي هو يمثل الجا، اكبر من الصفر واكبر من الصفر يبقى موجب، الزتا اللي هو الجا على الجتا هيبقى موجب، المقلوبات هتبقى موجبة برضو. يبقى هنا كل الزوايا موجبة، كل الزوايا موجبة. يبقى في الربع الاولاني الكل موجب. منين موجب؟ لان السين موجب اللي هي الجتا، والصاد موجب اللي هي تمثل الجا، والزتا اللي هي جا على الجتا تبقى موجبة، والقا اللي هي عكس او مقلوب الجتا هيبقى موجب، وهكذا. يبقى كل موجب. طيب الربع الثاني، الربع الثاني هنا ايه؟ السين هي اللي سالب اقل من الصفر. طيب والصاد موجب، الصاد اللي هو الجا، وهنا السين اللي هي الجتا، يبقى السين سالب، يبقى الموجب، انا ادور على الموجب هنا، الموجب جا. طالما الموجب جا يبقى عكسها يبقى موجب، عكس الجا ايه؟ قتا. يبقى الجا والقتا موجب. طيب الظا، ما واحد موجب واحد سالب، يبقى الظا هتبقى سالب، يبقى بقيه الزوايا هتلاقيها سالب ما عدا الجا ومقلوبها. الجا عرفناها سالب ليه؟ لان السين هي هنا في السالب، السين يمثل الجا، يبقى الجا سالب ومقلوبها يبقى سالب، واحد على سالب بسالب. يبقى الجا والقتا هو اللي سالب، هو اللي موجب قصدي، معلش احنا هنا فيها في الموجب، احنا الصاد، الصاد يمثل الجا، ايوه الصاد يمثل الجا، يبقى الجا والقتا موجبين والباقي سالب، الجا والقتا موجبين والباقي سالب. طيب هنا السين اقل من الصفر والصاد اقل من الصفر، يعني الجا سيتا سالب والجتا سيتا سالب. طيب الظا موجب ولا سالب؟ ما هو سالب، الظا الجا سالب والجتا سالب، اما اقسمهم على بعض يدينا موجب، يبقى الظا هو اللي هيبقى موجب، ومقلوبه هيبقى موجب برضه، يبقى الظتا، يبقى في الربع الثالث الظا والظتا هما اللي موجب وبقيه الدوال سالب. طيب هنا السين موجب والصاد هو اللي سالب، السين اللي هو الجا الجتا، معلش الجتا سيتا، والصاد اللي هو الجاسيتا، يبقى ده سالب، يبقى الموجب عندي ايه؟ جتا، وعكسها طبعا هيبقى القا، يبقى جتا والقا موجب، وعكسهم والجا والقتا، الجتا والقا، الجتا والقا هما اللي ايه؟ موجبين، وبقيه الدوال سالبه. فهمت ازاي بتجيبها؟ هي القاعدة بقى عندي اللي هتحفظها، القاعدة اللي هتحفظها، كله كل جبار ظالم جاتو أو جتا داهية،
يبقى هنا في الربع الأولاني الكل موجب، في الربع التاني الجا جبار جبار، يبقى الجا وعكسها القتا، مظبوط، هما اللي موجب. ظالم في الربع التالت الظا وعكسها الظتا، جاتو، يبقى الجتا في ده الثالث، معلش، الرابع جتا والقا وعكسها القا، يبقى كل في الربع الاولاني الكل موجب، الربع التاني الجا وقتا، الجا وقتا موجب، الربع التالت الظا وعكسها الظتا موجب، الربع الرابع جتا وقاع موجب، والباقي سالب. يبقى كله جبار ظالم جاتو دهية، كله جبار ظالم جاتو دهية او جاتو نيلة، كل جبار ظالم جاتو نيلة. مفهوم معايا كده؟ ماشي، سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشاكل أهي. يبقى كل الدوال هنا موجب، الجا والقتا موجب. يبقى أنت بس عارف إن الفكرة هي معمولة على إيه؟ إن السين تساوي الجتا سيتا، والصاد تساوي الجا سيتا، وشوف السين والصاد فين موجب وسالب، وعكسها هتبقى إيه؟ تشوف الموجب والسالب من خلال السين والصاد أو إشارات السين والصاد. مفهوم كده؟ سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشاكل خالص، بحيث إن أنت تفهمها بهذه الصورة. عين إشارة كل من النسب المثلثية الآتية: جا 130، 130 بتقع في أي ربع؟ 130 يعني بين التسعين والمية وتمانين، التسعين والمية وتمانين اللي موجود كل جبار، يبقى الجا موجبة، يبقى موجبة، يبقى جا مية وت... يبقى جا 130 موجب، جا 130. طيب هنا ظا 315، 315 دي فين؟ أقل من ال 360، يبقى الربع الرابع، يبقى ظا 315 دي سالبة، لأن الظا سالبة هناك، ان الربع الرابع اللي الموجب فيها الجتا والقا، الجتا والقا، جتا 650، 650، 650 دي معرفش 650 دي هتجيبها من فين، 650. يبقى انا بعمل ايه في 650؟ بالمناسبه لما تجيلك زاويه زي كده 650، انا عايز المقابل ليها اطرح منها 360 وابدا اطرح، او عندي طريقة تانية أسهل، إن أنا أقسم إيه؟ 650 أقسمها على 360. لو كانت موجب هيديك كسر، يعني مثلا لما أنا أقسم كده، معلش بالآلة هود، ثواني أقسم بالآلة معاكم، أدي إيه؟ 650 على 360، لما بيديها يديني إيه؟ 1.8، يديني 1.8. لو الزاوية موجبة باخد العدد الصحيح الأصغر، لو الزاوية سالبة باخد العدد الصحيح الأكبر، يعني هاخد 2. يبقى أنا لو الزاوية سالبة 650 دي زاوية موجبة، وأعطيك الزاوية موجبة هي، يبقى أنا باخد العدد الصحيح الأصغر 1، يبقى أنا هطرح منه 360 واحدة، يبقى 650 اطرح منها 360 هيديني الزاويه الموجبه. نطرح كده 0 5 15 من 6 يبقى ايه؟ 90 درجه، وهنا 5 5 منها 2 يبقى 290 درجه. 290 درجه تقع في اي ربع؟ ايوه الربع الرابع، الربع الرابع اللي ايه؟ الجتا موجب، يبقى الزاويه هتكون موجبه. ق سالب 30، سالب 30 انا عايز زاوية موجبة بالنسبة لها، الزاوية موجبة دي سالب 30، يبقى انا اطرحها من ايه؟ اطرحها من اطرح منها، انا عايز القيمة الموجبة، معلش، القياس الموجب للزاوية سالب 30، يبقى سالب 30 اضيف لها 360، يعني هيدينا ايه؟ 330 بالموجب. 330 تقع في ايه؟ في الربع الرابع، الربع الرابع اللي موجب في ايه؟ جتا والقا، يبقى دي زاوية موجبة، يبقى زاوية رغم ان هي الزاوية نفسها قياسها سالب 30، بس ايه؟ قيمة الزاوية هتطلع موجبة، قيمة الزاوية هتبقى موجبة، إشارة الزاوية هتكون موجبة. بولي إذا كان زاوية ألف واو باء في وضعها القياسي، إحنا حلينا مسائل زي ديت كتير،
يقطع دائرة الوحدة في النقطة باء وقياسها سيتا، الزاوية قياسها سيتا. أوجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية ألف واو باء إذا كان إحداثيات النقطة باء هي صفر وسالب واحد. يبقى أنا عندي إيه؟ جتا سيتا اللي هي قيمتها جتا سيتا اللي هي السين هتساوي صفر، وجا سيتا هتساوي سالب واحد، وظا سيتا اللي هي الجا على الجتا يبقى غير معرفة. غير معرفة ليه؟ لأنها تقسم على الصفر. جا على الجتا يعني صفر على سالب واحد، سالب واحد على صفر يعني غير معرفة، قسم على صفر غير معرفة. لما اقول لك النسب المثلثيه الاساسيه اللي هي الجا والجتا والظا بس، لو قال لك النسب المثلثيه كامله ومعكوساتها او مقلوباتها يبقى اجيب كله. طيب نشوف التانية، يبقى هنا ديت انا محتاج الصاد، يبقى اقول له س تربيع زائد ص تربيع تساوي واحد، س تربيع واحد على جذر اتنين يعني نص، زائد ص تربيع تساوي واحد يعني ص تربيع تساوي نص، يعني الصاد تساوي واحد على جذر اتنين. يبقى الجا سيتا تساوي واحد على جذر اتنين، الجتا سيتا يساوي واحد على جذر اتنين، الظا سيتا لما اقسم هيديني واحد، هيديني واحد. وبقيت المسائل بقى ايه؟ سهلة وبسيطة. دي طبعا س، يبقى س تربيع زائد س تربيع، يبقى اتنين س تربيع تساوي واحد، يعني س تربيع تساوي نص، يبقى الس هتساوي واحد على جذر اتنين، الاتنين زي بعض، واحد على جذر اتنين وسالب واحد على جذر اتنين. خلاص حلينا زيها ديت، حلينا زيها. نيجي بقى للدوال المثلثية لبعض الدوال الخاصة. الدوال الخاصة اللي عندي ايه؟ الدوال الخاصة اللي هي الزاوية 30 درجة و60 درجة و45 درجة وزاوية والزوايا الأرباع اللي هي صفر و90 و180 و270 و360 درجة. دي اسمها الزوايا الخاصة. الزوايا الخاصة، زوايا الأرباع والتلاتين والستين والتسعين، والتلاتين والستين والخمسة وأربعين. نيجي للتلاتين والستين، التلاتين أنا ما بحفظ، يعني ولا أحبذ لك إنك تحفظ. أنا عندي لما يجي زاوية ستين أروح راسم كده كروكي على طول، آدي مثلث يا سيدي، ده إيه؟ تلاتين وده ستين، ودي مثلث قائم الزاوية. الضلع المقابل للزاوية تلاتين نص الوتر، نص الوتر. يبقى ده لو واحد ده هيبقى ايه؟ اتنين. طيب ده واحد وده اتنين نص الوتر معايا. طيب لما ده اتنين وده واحد يبقى ده هيبقى بكام؟ نشوف، نربع ده اربعة ناقص واحد يبقى يدينا تلاتة، يبقى جذر تلاتة، يبقى ده قيمته جذر تلاتة. عرفت ازاي برسمه؟ يبقى انا بقول ايه؟ المثلث ده بسميه المثلث الثلاثيني الستيني، المثلث الثلاثيني الستيني. ارسم 30 و60 والزاويه الثانيه هتبقى 90، الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، يبقى ده واحد وده اتنين، يبقى ده جذر 3. طيب من ده بجيب الزاويه، خلاص يبقى انا خلصت الزاويه 30 والزاويه 60، خلصت على كده. ناخد ال 30 الاول، جا 30 اي جا 30 المقابل على الوتر يبقى واحد على اتنين، جتا 30 المجاور على الوتر يبقى جذر 3 على اتنين، ظا 30 المقابل على المجاور واحد على جذر 3، معكوساتهم الجا يبقى قتا 30 اتنين على واحد يعني اتنين، قا 30 جذر 3 على اتنين يبقى اتنين على جذر 3، زطا 30 زطا 30 بجذر 3. طب ال 60 نفس الفكره، ما هي نفس الفكره، ان دول زاويتين ايه؟ متتامتين، يبقى الجا لهذه يساوي الجتا دي، يعني احنا هنقول نقدر نقول ايه؟ ان الجا 30 يساوي الجتا 60، دول الزاويتين المتتامتين فقط. جيب تمام الزاويه الاولى يساوي جيب الزاويه الثانيه والعكس. يعني هنا جا 60 جذر 3 على 2، جتا 60 بنص،
ظا 60 بجذر 3، ظا 60 بالمقابل عن المجاور، معلش دي جذر 3 المقابل عن المجاور، يبقى جا 60 المقابل عن 1 على جذر 3، 1 على جذر 3 ماشي. الظا 60 يبقى جذر 3 على 1 يبقى جذر 3، الظا عكسها جذر الظا ماشي. مفهوم كده؟ خلاص ال 30 وال 60. طيب نيجي للمثلث ال 45، مثلث اسمه بسيط، المثلث 45. يعني ايه مثلث 45؟ يعني ده 45 يبقى دي زاوية 45 يبقى دي 90، يبقى ده مثلث متساوي الساقين، ده واحد وده واحد، لو بفيثاغورس يبقى ده جذر 2. خلصت. يبقى انا جا 45 يبقى جا 45 مقابل على الوتر، واحد على جذر 2. جتا 45 مقابل على الوتر، واحد على جذر 2. ظا 45 جعل جتا، ويبقى هيدينا كام؟ هيدينا واحد، او واحد على واحد مقابل على المجاور، يبقى واحد على واحد. واعرف اجيب الايه المقلوبات عادي خالص. يبقى انا لما يجيني زاويه 45 ارسم ده على طول كروكي بسرعه، مش هياخد منك دقيقه واحده، بس انا ابقى فاهم انا بعمل ايه. يبقى لما يجيني مثلث 30 60 ارسم مثلث 30. طب انا احفظ ازاي؟ طب ما انا عندي ال 30 وادي ال 60، ضلع المقابل للزاويه 60 نص الوتر، يبقى 1 و2 وده هيبقى جذر 3. ال 45 45 ده 45 يبقى ده 45، يبقى دول ضلعين متساويين، يبقى 1 و1 وده هيبقى جذر 2. يبقى احنا خدنا ايه؟ ال 30 مثلث ال 30 ال 60 ومثلث ال 45. باقي الزوايا بقى اللي هي الزوايا الربعية، الزوايا الربعية طريقة سهلة جدا جدا. ادي الزوايا الربعية اللي احنا رسمناها هناك، ادي الدايرة بتاعتي، دايرة الوحدة ديت في منتهى الأهمية. يبقى انا عندي النقطة دي كام؟ اللي هي 1 و0. الواحد ده بيمثل ايه؟ مش احنا قلنا النقطة دي اللي هي تمثل الزاوية 0 والزاوية 360؟ يبقى ده يمثل جا الصفر، جا الصفر، جتا الصفر قصدي. يبقى جتا صفر تساوي جتا 360 تساوي 1. ما الجتا اللي هي السينات، قيمة السينات 1، و الجا صفر يساوي الجا 360 يساوي صفر، الظا صفر يساوي الظا 360. الظا بيساوي ايه؟ الجا على الجتا، الجا بصفر يبقى صفر، الظا بصفر. طيب الظطا اي حاجة هتقسمها على الصفر غير معرفة، يبقى لو الصفر تحت يبقى تقول له قيمة غير معرفة. ده بالنسبة للايه؟ للزاوية صفر والزاوية 360. خلصت الزاوية صفر بمجرد النقطة دي بس. النقطة انا عرفت قيمتها اللي هي 1 و0. الواحد احنا قلنا ده ايه؟ الجتا، وده الجا، خلاص. يبقى الجتا صفر او 360 بواحد، والجا صفر او 360 بصفر، والظا طبعا هيبقى صفر، لان جا على الجتا صفر على الواحد بصفر. طيب ال 90، هنا ال 90 النقطة ديت، 90 مثلا النقطة دي قيمتها كام؟ 90 وصفر وواحد، تمام. الصفر ده يمثل الجتا، يبقى جتا 90 تساوي صفر، جا 90 يساوي واحد، ظا 90 ظا الجا على الجتا، واحد على صفر، يبقى ايه كام؟ واحد على صفر ايه؟ ايوه غير معرف، يبقى الظا ظل الزاوية 90 غير معرف، ظل الزاوية 90 غير معرف، من غير ما تحفظ أي حاجة، من غير ما تحفظ أي حاجة. طيب النقطة ديت قيمتها كام؟ سالب 1 و0، يبقى ده 180، يبقى الجتا 180 بسالب 1، الجا 180 بصفر، الظا 180 صفر على اي حاجه بصفر، الظا 180 بصفر. طيب ال 270 ده النقطه ده كام؟ النقطه السين ب بصفر وسالب 1، يبقى الجتا 270 بصفر، الجا 270 بسالب 1، الظا 270 سالب 1 على صفر، يبقى كمية غير معينة واعرف اجيب مقلوباتها. سهلة جدا 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 جدا، ومفيهاش اي مشكلة اطلاقا. خلاص فهمنا ازاي الزوايا الخاصة بتاعتنا ديت
مش عايزك بقى تحفظ اي حاجة، والجدول اللي عندك ده يعني جدول ولا ليه اي 60 لازمة خالص، من المهم تعرف الاشارات موجبة وسالبة ازاي، والجدول الكبير اللي هو الزوايا اللي عملها لك في المعاصر ده، او في الزاوية 90 مش عارف جيبها هيساوي كذا. لا انت بقى زي ما علمتك الطريقة كده، لو جالك امتحان يبقى بروح عامل دايرة الوحدة وحط النقاط وخلاص، وخلصت كده الزوايا الرباعية. يبقى انا النقاط الاربع دول خلاص خلص لك الزوايا الرباعية. المثلث التلاتين الستيني ارسم وخلص لك التلاتين والستيني، المثلث الخمسة واربعيني خلص لك الزوايا الخمسة واربعين، سهلة وما فيهاش اي مشاكل خالص. وطبعا انا لا انصح بالحفظ اطلاقا. طيب ناخد مثال، بقول لي اوجد قيمة او اثبت ان ديت بيساوي جا 90. طيب جا 30، جا 30 بكام؟ بنص. عايز تعملها اعملها. انت هنا 30 60، يبقى انا برسم مثلث ال 30 60، ادي ال 30 وادي ال 60 المقابل للزاوية 30 نص طول الوتر، يبقى ده واحد وده اتنين، يبقى منفس قرص، يبقى ده تلاتة، جذر تلاتة. يبقى الجا 30 بواحد يبقى نص، الجتا 60 نص برضو، زائد جتا 30، جتا 30 بجذر 3 على 2، في جا 60 بجذر 3 على 2. ده الطرف الايه؟ الطرف الايمن. نشوف الطرف الايمن هيساوي كام. يبقى هنا ده ربع زائد جذر 3 بجذر 3 ب 3، يبقى 3 على 4. 3 على 4 لما نجمع هيدينا 4 على 4، يعني هيدينا 1. طيب الجا 90 جت، اتخيل الدايرة التسعين فوق النقطة بتاعتها ايه؟ النقطة بتاعتها صفر وواحد، يبقى الجا 90 بواحد، يبقى الطرف الايسر يساوي جا 90 يساوي واحد، يبقى الايمن يساوي الايسر. يبقى انا اتخيل دايرة الوحدة كده، الصفر و360 النقطة بتاعتها ايه؟ النقطة بتاعتها واحد وصفر، يبقى واحد يمثل جيب التمام جتا، يبقى جتا صفر يساوي جتا 360 يساوي واحد، الجا صفر يساوي الجا 360 يساوي صفر، والظا اعرف اجيبها. مفهوم؟ ماشي. اوجد قيمة، خلاص نوجد بقى. يبقى تلاتة جا 30 بنص، جتا الجا 60 بجذر 3 على 2، يبقى جذر 3 على 2 تربيع ناقص جتا صفر، جتا صفر ادي نقطة الصفر يمثل الجتا بتاعها واحد، يبقى جتا صفر بواحد. قا 60، قا 60 اللي هو واحد على الجتا، القا واحد على الجتا، الجتا 60 بنص، لما اقسم على النص يبقى واحد، يبقى اتنين قصدي لما اقسم على النص، زائد جا 270 تحت 270، الجا 270 تحت يعني السين بصفر والصاد بسالب واحد، يبقى سالب واحد، يبقى ده هتبقى سالب واحد. معلش، جا جتا 45، الخمسة واربعين بواحد على جذر اتنين لما ربع يبقى واحد على الاتنين. شوف هتطلع بكام، يبقى تلاتة وهنا تلاتة، يبقى تسعة على أربعة ناقص اتنين، هنا ناقص نص. لما نوحد مقامات يبقى نوحد على الأربعة، دي هتبقى على الواحد أربعة، يبقى هنا تسعة ناقص اتنين في اتنين بأربعة، ناقص اتنين في اتنين، اتنين في واحد باتنين، يبقى يساوي تسعة ناقص ستة على الأربعة، يعني هيساوي تلاتة على الأربعة. بسيطة بقى وسهلة، ما فيهاش أي إيه، ما فيهاش أي مشكلة خالص. وديت حليناها قبل ذلك ولا ما حليناهاش؟ خلاص أسيبها لك واجب، عشان كده فيديو طول جدا جدا جدا. هتثبت إيه؟ بيقول لي تحقق من المعادلة، يبقى شوف الطرف الأيمن قيمته كام وهيدينا الطرف الأيسر بسهولة. سهلة جدا، وشوفها. أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم. الفيديو ده في منتهى الأهمية، عيده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لحد ما تستوعب الدنيا. استوعبت الدنيا، كل اللي بعد كده هيبقى ما اسهله وما ايسر. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.